للمزيد حول فشل مباحثات الملف النووي الإيراني وموقف أمريكا منها بعد تمديد بيع الكهرباء الإيرانية للعراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. كبير المفاوضين الإيرانيين استنكر رفض الأطراف الأوروبية مقترحات بلاده بشأن الاتفاق النووي، هل ترى أن ما اشترطته إيران على طاولة المفاوضات في فيينا كان مقبولا أم أنه بعيدا عن الواقع؟ يجب في البداية أن ننتبه إلى هذه النقطة بأن هذه المفاوضات بالتأطير من ألمانيا والصين هي في الواقع شرعنة لامتلاك إيران القنبلة الذرية، والتي ألمانيا والصين ودول أخرى تساعد إيران على الحصول على ما تحتاجه لتركيب قنبلة ذرية أو أكثر من قنبلة ذرية في إيران. ونرى أن هنا فرنسا وروسيا تعارض هذه المحاولات لإعطاء المجال أو تبرير امتلاك إيران القنبلة الذرية. وما نشهده من تصعيد لهجة الآن من جانب الإيراني هو في الواقع بالتنسيق مع ألمانيا والصين لفرض المزيد من العرقلة لكسب الوقت لتزويد إيران من قبل الصين وألمانيا بما تحتاجه من لصنع القنبلة أو بالأحرى لتركيب القنبلة الذرية. في هذا السياق ما اشترطته إيران هل يبدو واقعيا بالنسبة لأمريكا ولباقي الدول؟ يعني بالنسبة للولايات المتحدة هناك يجب أن ننتبه أن هناك ولايتان غير متحدتان أمريكيتان وليس واحدة. تضارب وجهات النظر في واشنطن وصل إلى حد شبه صراع محتدم، ليس فقط حول الملف الإيراني بل حول ملفات عديدة في العالم، وهنا تحديدا نحن نتحدث عن الملف الإيراني. مثلا إدارة بايدن تريد التوافق مع إيران، بينما الجمهوريون في الكونغرس منهم السناتور الشهير تيد كروز قال أن خلال انتخابات شهر فبراير القادم إن بايدن وقع على أي اتفاق سيتم إلغاء هذا الاتفاق نهائيا مع إيران، ويجب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران من الأساس. فلا يمكن أن نحدد ونجمع أن نقول بأن أمريكا لديها هذا التوجه، أمريكا لها توجهان متضاربان اتجاه إيران. بالنسبة لإسرائيل نفس الشيء، هناك توجه في إسرائيل يدعم إيران النووية، وهناك توجه في إسرائيل ينسق مع الجمهوريين في الولايات المتحدة لا يريد إيران نووية. ألمانيا وبريطانيا، أيضا بريطانيا منقسمة، هناك جزء في بريطانيا يدعم إيران النووية وجزء آخر يرفض إيران النووية. ألمانيا والصين بشكل قطعي يدعمان إيران نووية، أي نتحدث عن القنبلة الذرية وليس نووية تقنيا، امتلاك إيران القنبلة الذرية. روسيا ترفض ذلك، امتلاك إيران القنبلة الذرية. والآن فرنسا بعد زيارة إيمانويل ماكرون إلى السعودية والإمارات والبحرين، فرنسا ستكون ضمن المعسكر الرافض لامتلاك إيران القنبلة الذرية. إذن على ماذا تعول إيران في هذه المطالب وفي مماطلتها، ويعني تحاول لربما كسب الوقت، على ماذا تعول ما دام أغلب الدول رافضة لامتلاكها للسلاح النووي؟ أغلب ألمانيا والصين تزودان إيران بما تحتاجه لتركيب القنبلة أو أكثر من رأس نووي، وعلى الصين التي تشتري النفط المهرب الإيراني تحت يعني غطاء سفن أخرى حتى يتم الاتفاق على العقوبات الأمريكية. الصين تعتبر المشتري الأول للنفط المهرب الإيراني، تساعد إيران. ألمانيا تساعد إيران من خلال التسهيل من خلال المصارف الألمانية لتهرب إيران من العقوبات الأمريكية المصرفية. فيمكن أن نقول بأن، وأيضا باكستان تعتبر جزء من الساحات لمساعدة إيران وجزء من الساحات التي تساعد الصين للوصول إلى إيران. فكل المشهد الآن يذهب باتجاه تصعيد في المنطقة، وإن حصلت أو زودوا إيران بالرأس النووي أو أكثر من رأس نووي سنشهد تصعيد كبير في المنطقة، لأنه ألمانيا والصين تراهنان على إيران نووية حتى تحافظ على أجندتهما في المنطقة. ما حدث اليوم في نتنز هل تعتبره مؤشرا لهذا التصعيد؟
بعيدا عن الرواية اللي أنا أصفها بالغبية الرسمية الإيرانية بأن هناك كان اختبار لدفاعات الجوية في نطنز، لأنه لم نشهد ولم تشهد منشأة نطنز منذ 3 عقود هكذا اختبار. فهذه كانت رسالة من الجهات التي تعارض امتلاك إيران الرأس النووي والقنبلة الذرية، وأنا أشرت إليها، روسيا، فرنسا، الجيش الأمريكي هكذا خلنا نصفه، ليس إدارة بايدن، الجمهوريون أو الجمهوريين في أمريكا يعارضون، جزء من إسرائيل وليس كل إسرائيل، لأن جزء آخر من الدولة الإسرائيلية يدعم إيران النووية، جزء من بريطانيا. فالمشهد الآن مشهد مرتبك، وأنا أتوقع أننا سنشهد تصعيد كبير داخل إيران، لأن هذه الدول التي تعارض، الدول العظمى تحدث عنها مثل الجيش الأمريكي مثلا أو روسيا أو فرنسا، التي تعارض امتلاك إيران القنبلة الذرية، سترد داخل إيران من خلال أذرعها وتواجدها الاستخباراتي على الأراضي الإيرانية كما شاهدناه سابقا. وأن يعني مؤخرا تم تسريب بأن تفجير منشأة نطنز في شهر نيسان إبريل الماضي تم من قبل الموساد ومن قبل اختراق المسؤولين النوويين الإيرانيين في منشأة نطنز، وتم زرع قنبلة داخل منشأة نطنز وتفجيرها، وهذا حدث خطير للغاية ويظهر مدى هشاشة النظام الأمني وكذلك حماية المنشآت النووية الإيرانية، حيث يمكن لجهاز استخبارات آخر أن يفجر منشأة شديدة الحصانة مثل منشأة نطنز. بما أنك يعني مختص بالشأن الإيراني، هل تعتقد بإيمان الإدارة في طهران والنظام الإيراني بنجاح لربما تعطيله وتأجيله المفاوضات في فيينا، أم أن الأمر لن ينطلي على الدول الغربية ولربما تذهب كما تحدثت باتجاه التصعيد؟ التصعيد، يعني أنا أرى أن التصعيد سيد الموقف، لأن هذه المفاوضات وإن افترضنا إن توصلوا إلى توافق معين يصفونه بتوافق حد أقل، يعني توافق أقلي، الأقل حول التوافق التنازل أقل مقابل تنازل أقل من الجانب الآخر، هكذا يتحدثون. وإن افترضنا أن توصلوا إلى هكذا توافق أو حتى توافق شبه كامل، إيران لن تكف، ولا ألمانيا ولا الصين لن تكف عن مساعدة إيران لامتلاك القنبلة الذرية. فالجانب الآخر سيرد من خلال النشاط الاستخباراتي، ولا ننسى أن هناك صراع داخل إيران، جهة في إيران بدعم من CIA أو إدارة بايدن وألمانيا تحاول إسقاط خامنئي. يعني هذا شيء غريب بالنسبة لي المشاهد العربي والذي لا يتابع العمق الإيراني أو الصراع في أروقة العمق النظام الإيراني. هناك توجه داخل إيران بدعم من ألمانيا والCIA وإدارة بايدن بمجيء بنجل الملك الإيراني البهلوي والحفاظ على الحرس الثوري، ويصبح الحرس الثوري هو الجيش الإيراني، يعني ينزع اللباس المسمى بالحرس الثوري ورايات الحرس الثوري ويتخندق في مؤسسة الجيش. ما يحصل في العراق الآن ويقولون دمج الميليشيات داخل مؤسسة الجيش العراقي، أي بمعنى حل الجيش العراقي ما تبقى من الجيش العراقي وإعطاء الميليشيات صفة الجيش العراقي حتى لا أحد يستطيع أن يعارضها. نفس السياسة الآن تمرر في إيران، وخامنئي في ورطة، ولهذا السبب الآن خامنئي اصطفى للجيش الإيراني وبدأ يعزز الجيش الإيراني لأول مرة منذ 3 عقود بعد الحرب الإيرانية العراقية، حتى يحافظ على نفسه ضد التوجه داخل الحرس الثوري الذي يريد الحفاظ على بقائه من خلال تغيير وجهة النظام، تغيير الملالي، المجيء بوجه جديد. الشعب الإيراني يتودد إليه، أو تلك الفترة حقبة الملكية، الشعب الإيراني يتودد إلى تلك الحقبة بسبب أنها كانت الحياة أروح أو الحياة أفضل. فالآن يريدون يفرضوا هكذا صيغة بعد أو قبل امتلاك إيران القنبلة الذرية، والآن تتم تغيير المناصب بشكل كبير في إيران وإعطاء حتى رئاسة البلديات في إيران لقادة الحرس الثوري. هذا ما لم يغطيه الإعلام الغير الإيراني بشكل كبير، وهذا أصبح محل جدل داخل إيران. لماذا قادة الحرس الثوري يريدون السيطرة على البلديات، يعني نظافة الشوارع، يعني هل المستوى؟
وصلت الفكرة. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لك.